للمزيد معنا من مقر مجلس الوزراء مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس اهلا بك كريم التفاصيل وما توصل اليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم معك بالتاكيد تفضل نعم عدة ملفات بالفعل ناقشها اليوم اجتماع مجلس الوزراء ربما كما ذكرتم بدأ اليوم الاجتماع بالدكتور مصطفى مدبولي واستهل حديثه اليوم عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر بعد دعوة من سمو الأمير تميم بن حمد الثاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الزيارة الأولى له لدولة قطر هذه الزيارة التي ناقشت العديد من الملفات والقضايا ربما المشتركه وتعزيز التعاون في عده ملفات بين مصر والدوله الشقيقه قطر بالطبع، كان هذا بدايه الاجتماع كما ذكرتم، ولكن ايضا كان هناك عده ملفات ناقشها الاجتماع اليوم من اهمها اذا تحدثنا ما يمس الشارع المصري في بدايه الامر هو اتفاقيه او الموافقه بشكل عام في بدائيا على الاتفاق اتفاق بين مصلحه الخزانه العامه وسك العمله المصريه ودار سك العمله البريطانيه لتعاون مشترك لإنشاء دار لسك عمله مصريه بريطانيه في المنطقه الاقتصاديه بهيئه قناة بمنطقه قناة السويس وهذه ربما الشراكه لإنشاء هذه الدار تتجاوز ربما العلاقه او التبادل الفني في صناعه العملات المعدنيه تتجاوز ذلك بوضع مصر في خارطه طريق جديده لصناعه العملات المعدنيه بشكل عام ولتكون محطه لتصدير العملات المعدنيه سواء للشرق الاوسط او القاره الافريقيه بشكل عام، وايضا تم الاعلان عن اصدار فئه فئه معدنيه جديده، فئه عمله جديده وهي جنيهان سيتم اصدارها هنا في مصر. هذه نقطه، اذا تحدثنا بعد ذلك عن الوضع الوبائي الخاص بجدري القرده كما ذكرتم، هناك وضع عالمي ووضع عربي ووضع مصري بالطبع، الوضع العالمي كان هناك انخفاض نسبه 8% هذا الاسبوع مقارنه بالاسبوع الماضي، اما الوضع العربي فكان هناك اكتشاف ما يقرب من 46 حاله على مستوى الوطن العربي بشكل عام، اما في مصر كان هناك حاله واحده فقط وتم التعامل معها قادمه من اسبانيا وتم عزلها وتم ايضا مراقبه جميع المختلطين مع هذه الحاله وتم مراقبتهم لمده 21 يوم ولم تظهر عليهم اي حالات، وهذا ياخذنا بالطبع للحاله الصحيه بشكل عام ومتابعه للحاله الصحيه سواء في القاهره او سواء في مصر بشكل عام او حتى فيما يتعلق بالاستعدادات لشرم الشيخ ومؤتمر كاب 27 مؤتمر التغيرات المناخيه الذي سينعقد في نوفمبر القادم في شرم الشيخ كان هناك متابعه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان عن الاستعدادات الخاصه بمؤتمر المناخ وكان تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن الاستعداد الكاملة سواء للتعامل مع المساحات الخاصه بفيروس كورونا ووجود اكثر من مليون ونصف مليون أداة لاختبار كورونا في شرم الشيخ هذه نقطه وايضا الجزء الخاص بالتعامل مع جدري القرده او هذا الوباء بشكل نعم. هذه الجزء الخاص بالصحه نعم. وهناك ايضا جزء خاص بالاقتصاد والمؤتمر الاقتصادي الذي اطلقه او طالب باطلاقه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك العديد من النقاشات حول هذا الامر الان نعم يعني اذا هي اجنده حيويه للموضوعات المهمه المطروحه على الساحه الان اشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس من مقر مجلس الوزراء